نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ خالد عبد الرحمن. نعم خالد تفضل واوجد. نعم احسن الله اليكم شيخنا، انا اتصل من بريطانيا، هل الان يعني وقت مناسب للسؤال؟ تفضل واوجد. بارك الله فيكم. يا شيخ للأسف الشديد قبل أيام هنا في بريطانيا قام شابين مسلمين قاموا باغتيال جندي بريطاني هنا في لندن، ومعروف أن هؤلاء من التكفيريين. نعم أعلم ذلك. نعم والله المستعان. نعم ومعروف أن هؤلاء يعني من الذين عندهم فكر الخوارج، فالذي حصل أنهم يعني دعسوا هذا الجندي في السيارة ثم طعنوه بالأمواس والسكاكين، وحاولوا أيضا أن يقطعوا رأسه، وهذا يعني حصل. نعم وحصل هذا أمام يعني كثير من المشاهدين، وقاموا بالتصوير، وهذا الشاب قال أن القرآن أمرنا بهذا، وأن ربنا أمرنا بإقامة الحدود وإلى غير ذلك. فالآن يعني يوجد بغض وكراهية للإسلام يعني شديدة، فيعني ما موقف المسلم السلفي، ويعني كيف يتصرف في هذه الحال؟ بارك الله فيكم. أقول بارك الله فيك، أما الحادثة هذه فأنا تابعتها وتابعت ما جرى بعدها من السلطة البريطانية عندكم. نعم. لذلك أقول نحن لا جديد عندنا، نحن نبين معتقد أهل السنة، ونبين أن مثل هذه الأفعال لا تجوز للمسلمين، وأن إقامة الحدود كما يزعم هؤلاء الجهلة إنما هي لولاة الأمر، وإنما هي لإمام المسلمين قوما والله الله أمر الناس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام الجنة يقاتل من ورائه ويتقى به، وكما قال الإمام أحمد في بيان معتقد أهل السنة أن الرجل إذا عرض له النصوص فله أن يدفع عن نفسه وماله، فإن فارقوه فلا يحل له أن يتبعهم ولا أن يجهز على عليهم، ذلك للإمام أو من ولاه الله أمر المسلمين. أما ما يقوم به هؤلاء السفهاء فهؤلاء يفعلون كما فعل أسامة بن لادن في الفتنة العظيمة حين ضرب البرج كما زعم وأثنى على القائمين بذلك. واجبكم بارك الله فيكم أن تدعوا إلى السنة، وأن تبينوا الحق، وأن تحذروا من الجماعات ومن هؤلاء الشباب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأن تبينوا أن الإسلام بريء من أفعال هؤلاء السفهاء. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا، وفقكم الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.